بكل خير ومحبة نحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في تايم آوت لهذا اليوم، نقدمه لكم عبر قناة رؤيا الأردنية. توج المنتخب الأردني وللمرة الثالثة بتاريخه بلقب بطولة كأس الملك عبد الله الثامنة لكرة السلة، بعد أن حقق فوزا صعبا في المباراة النهائية على منتخب تونس ب 77 نقطة مقابل 59 في المباراة التي جرت على قاعة الأمير حمزة. واستطاع منتخبنا الوطني فرض إيقاعه في المباراة من خلال التقدم في الربع الأول الذي انتهى ب 15 نقطة مقابل 12 نقطة. وفي الربع الثاني واصل المنتخب التفوق لينهي الربع ب 34 نقطة مقابل 26، ليواصل التفوق في الشوط الثاني ويوسع الفارق وينهي المباراة لصالحه بفارق وصل إلى 18 نقطة. وبلوك شوت رائع للاعب علي جمال على اللاعب رضوان سليمان، انظر على عملية التصوير. أمبر نقول مبروك للمنتخب الأردني، ثلاثية لوسام عسوس نجم اللقاء، وسام عسوس في 16 نقطة، وأيضا دانكرا في آخر 5 ثواني للمنتخب الأردني، وبهذه النتيجة تسدل الصدارة عن بطولة الملك عبد الله. الأردن في المركز الأول، المنتخب التونسي في المركز الثاني، والمنتخب المصري في المركز الثالث. مبروك للمنتخب الأردني هذا النتيجة، ونشكر كل من عمل على إنجاح هذه البطولة من رئيس الاتحاد عامر أبو راشد عضو اتحاد لجنة الحكام. كابتن عامر، ماذا تقول عن البطولة؟ الملك عبد الله الثامنة لكرة السلة والمنتخب الوطني، ونفوز في هذا اليوم بكأس عزيز على قلوبنا، كأس يحمل اسم صاحب الجلالة. وعقب المباراة تحدث نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة لقناة رؤيا عن الإنجاز الذي تحقق بالفوز باللقب الغالي كأس الملك عبد الله الثامنة لكرة السلة وللمرة الثالثة، معبرين عن فرحتهم في الفوز باللقب. أول شيء الحمد لله، بدي أهني الفريق التونسي، لعب مباراة كثير قوية، بس احنا كنا محضرين حالنا كثير والحمد لله توفقنا، وهي كانت البطولة كثير مهمة لنا لأنه بأرضنا، وبدنا نورج الجمهور الأردني إنه احنا قد المسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء ما قصروا، مبارك لجلالة الملك، مبارك له، لكل الأردن، لكل الجمهور هذا الحلو، يعني من زمان ما شفت الجمهور، والحمد لله رب العالمين. الشباب ما قصروا، مبروك للأردن، مبروك للجمهور الأردني، الشباب ما قصروا، عملوا اللي عليهم زيادة، وهذا فوز من يهدينا جلال سيدنا وكل الموجودين وكل اللي دعمونا، شكرا لكم جدا. بشكر الجمهور الكثير رهيب اليوم، عن جد مش معقول، اول مره من زمان، يعني صار لنا تقريبا سنتين ما شفنا هذا العدد الكبير من الجمهور. ثاني شيء يعني هذه البطوله وقفت صار سنه ولازم كنا متوقعين انه ناخذها، والحمد لله اخذناها. الحمد لله، يعني هذا بيعطينا مؤشر انه احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وان شاء الله الامور راح تكون احسن بالمستقبل، ومبارك يعني للاردن بهذا الفوز الكريم. بطولة كتير حلوة واسم غالي علينا، وأهم شيء إنه الجمهور رجع واستمتع بمباراة كتير حلوة، ويعني الفريق ناقص، أوكي في غيابات وفي لعيبة جديدة على الفريق، بس اللعيبة اللي لعبوا اليوم بالأرض الملعب كانوا زلام بكل الكلمة، يعني أولهم علي جمال وعبد الله بكورة وخلدون، شباب جداد على الفريق بس عم بيلعبوا من كل قلب يعني. وبحب يعني أهدي هذا الفوز للجمهور اللي إجا، لأنه عن جد من غيرهم الفوز ما معناته شيء. وكان المنتخب المصري قد حقق المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على بيلاروسيا ب 76 نقطة مقابل 73 في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية للبطولة، وانتهى الربع الأول بتقدم منتخب بيلاروسيا ب 22 نقطة مقابل 14 نقطة. وفي الربع الثاني استطاع المنتخب البيلاروسي الإمساك بزمام المبادرة وتحقيق الأفضلية ليحقق الفوز فيه بفارق نصف سلة ب 37 نقطة مقابل 38 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وفي الربع الثالث استمر التفوق المصري فيه، والحال ينطبق في الربع الرابع الذي من خلاله حققت مصر الفوز بفارق 3 نقاط فقط. مباراة يعني هل تعتقد بأنه يكون هناك تعادل؟ ونذكر أن دائما تكونون على قناة رؤيا الفضائية الناقل الحصري. هذا وغادر منتخبنا الوطني لكرة السلة عقب المباراة النهائية مع تونس مباشرة إلى أوكرانيا للمشاركة في البطولة الدولية خلال الفترة من هذا اليوم حتى مطلع الشهر المقبل،
ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب المنظم أوكرانيا، منتخبنا الوطني ومنتخب أستونيا، ويرأس الوفد رئيس الاتحاد هلال بركات والمدير الفني للمنتخب مراد بركات والمدرب توماس بالدوين، إضافة إلى لاعبي المنتخب. وتأتي المشاركة في البطولة استعدادا لبطولة آسيا في الصين الشهر المقبل أو شهر أيلول المقبل، وقبلها المشاركة في بطولة ويليام جونز الدولية. جاهز إنه يشتغل على حاله أكثر ويوصل لمراحل أعلى وأعلى، فكل التوفيق لهذا اللاعب ولجميع اللاعبين. تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى الدور الثالث للمجموعات تصفيات كأس العالم بعد التعادل أمام نيبال بهدف لهدف في المباراة التي انتهت قبل قليل في العاصمة كاتماندو. وجرت المباراة وسط أجواء ماطرة وأرضية الملعب التي امتلأت بالطين، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من قبل الجماهير النيبالية. وسجل هدف منتخبنا الوطني سعيد مرجان قبل أن يدرك النيباليون التعادل قبل النهاية بعشر دقائق من عمر اللقاء. هذا وتعود بعثة المنتخب إلى عمان يوم غد في انتظار قرعة مباريات الدور الثالث للمجموعات يوم السبت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. هذا وأصدر اتحاد كرة القدم يوم أمس جدول مباريات دوري المحترفين الأردني للموسم 2011-2012 بمشاركة 12 فريقا، على أن تبدأ المباريات يوم الخامس من الشهر المقبل، تتخللها عديد التوقفات لارتباطات خاصة بالمنتخبات الوطنية ومشاركة فريق الوحدات بكأس الاتحاد الآسيوي. ويلتقي يوم الجمعة الخامس من الشهر المقبل شباب الأردن مع كفر سوم على استاد الملك عبد الله، والجليل مع الفيصل على استاد الأمير هاشم، فيما تقام يوم السبت السادس من الشهر ذاته مباراتا الرمثة مع اليرموك والبقعة مع العربي على ملعب البتراء. وتختتم مباريات الأسبوع الأول يوم الأحد بلقاء حامل اللقب مع الوحدات مع ذات راس، فيما يلاقي المشية الجزيرة على استاد الملك عبدالله، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 10:30 في شهر رمضان المبارك. تقام يوم غد مباراة المركز الثالث لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم التي تجمع فريقي الوحدات وكفر سوم على استاد الملك عبدالله في تمام الساعة 8:00 مساء. وكان فريق الوحدات حامل لقب البطولة قد خسر من فريق شباب الأردن بهدف دون مقابل في مباراة نصف النهائي للبطولة، فيما خسر فريق كفر سوم أمام الفيصل بخمسة أهداف نظيفة في النصف النهائي الآخر. وكان اتحاد الكرة قد قرر في وقت سابق تأجيل المباراة النهائية للبطولة من يوم غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل نظرا لوفاة حارس فريق الفيصل الزمن الخوالدة إثر حادث مؤسف وقع عقب مباراة الفيصل وكفر سوم يوم الاثنين الماضي. برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين الأردنية لرياضة السيارات، تقام يوم غد الجمعة منافسات الرالي الوطني الثاني الذي يأتي ضمن بطولة الأردن للراليات للعام الحالي، ويشارك في السباق 10 سائقين من الأردن وسائقان اثنان من لبنان. وشهدت اللائحة النهائية مشاركة نسوية وحيدة متمثلة بالمتسابقة عبير البطيخي، وتتضمن الجولة 6 مراحل حول منطقة البحر الميت، حيث تضم القائمة بطل الأردن للراليات مازن طنطش وملاحه زيد أبو زيد، ويشارك المتسابق اللبناني روجيف غالي إضافة إلى نيكولا أمبوني والمتسابق تامر الطباع وسلام الجماز وميرزا حتك وخالد جمعة والمتسابق بشير عازر وزيد جمعة وسائقين آخرين. وقبل أن أودعكم مشاهدينا الكرام، هذا تذكيرا بصفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/royasports ومرسلتنا عبر إيميل البرامج الرياضية. ملتقانا إن شاء الله يتجدد في المواعيد الرياضية المقبلة، دائما بحفظ الله ورعايته.